وبالفعل انتهى فعاليات الشوط الاول بين مصر المقصه والاسيوطي سبورت بنتيجه 1-0. تقدم لمصر المقصه عمرو بركات في الدقيقه 20 من الشوط الاول زي ما انتم شايفين، ولكن استسلام تام من فريق الاسيوطي سبورت، لا توجد اي صحوه. الشوط الاول هادئ جدا، مصر المقصه كاد ان يتقدم باكثر من هدف. استاذ فتحي الشوط الاول هو صاحب الهدف حسين رجب صناعه عمرو بركات، صاحب الهدف حسين رجب عمرو بركات 13 اللي صنعه عمرو بركات لا اللي جاب الهدف عمرو بركات، مش معقول بجد صناعه حسين رجب؟ طب ما يتاكدوا لنا كده، يبقى احنا طيب حد يتاكد لنا عمرو بركات رقم 13 هو اللي جاب الهدف؟ والله مش 27 لا حسين رجب حضرتك اللي صح، انا اسف. اصل انا يعني انا قلت انا طبعا مش الاولاني، كنت انتر اكتر من لازم يعني، كان المستوى طبعا رفيع جدا وكان الاداء مثير لدرجه ان انا يعني اتوبت كتير، واكرامي بصيت عليه صباح الخير، لقيت اكرامي راح، فما فيش شك طبعا انه مستوى متواضع، اداء عشوائي. الكابتن الجميل حازم الكديجي قال لك لو عديت الميس باص هتلاقيها كميات رهيبه جدا، هتلاقي لعب عشوائي كتير جدا، هتلاقي في مجهود بيبذل لكن مفيش مستوى فني، ما كانش في حاجه يعني. يعني هو طبعا كان توقعي ان الاسيوطي هيبقى احسن من كده لانه مش هيبقى خسران حاجه، وكان توقعي ان المصري المقصر مش هيبقى حذر كده، لكن لقيته برضه حذر اكتر من اللازم لانه كان ممكن يجيب اكتر من هدف في الشوط الاولاني، ولقيت الاسيوطي مش رافع الشعار، الغيته بر الوسيله او يعني زي ما ترسي تقلها، لانه مباراه يعني الاسيوطي مش مشواره في الكاس لن يستمر طويلا، وبالتالي كان لازم يتفرج على كره قدم. فشوط ضعيف كله مليان حضرتك حسمت الموضوع ده ان الاسيوطي مشواره في الدوري لن يستمر طويلا؟ طبعا فريق لم يحقق ولا فوز حتى الان في البطوله، دفاعه يمكن أسوأ الدفاعات، قلت ان هو بيلعب كرة قدم وعايز يكسب، يعني ما عندوش حتة حساسيته انه يخسر ودي تحسب له، لكن مقومات المكسب مش موجودة عنده، وبالتالي كان ممكن يدي شكل افضل شوية في بداية مشواره في الكاس. لكن ايضا المقصة يعني لعب ما شفناش المتعة، ما شفناش الإثارة، ما شفناش وإن كان في بعض الأسماء والعناصر لها تأثير إيجابي، يعني أنا شايف إن عمرو بركات من العناصر الكويسة، هاني سعيد لعب دور صانع الألعاب، وائل فراج طبعا هداف الفرقة كان موجود، لكن يا كابتن الشوط الأول أعتقد منه من الأشواط السيئة جدا اللي إحنا يعني شفناها هذا الموسم. كابتن إكرام، يعني واضح إن المديرين الفنيين حاولوا يسيطروا على نص الملعب، مصر المقصة هو الأفضل على مروح على حارس مرمى الأسيوطي سبورت، ولكن الأسيوطي سبورت ما تعداش نص الملعب وكأن المباراة انحصرت في منتصف الملعب. هو بس يعني لو رجعنا للشوط الأولاني هتبص تلاقي إن الهجمات باستثناء الهدف هم 3 هجمات، واحدة في الدقيقة 8، واحدة في الدقيقة 9 للمقصة، وبعد كده مفيش حاجة خالص. أول هجمة كانت للأسيوطي في الدقيقة 25، يعني ده بيدل على إن يعني زي ما قال الأستاذ فتحي، يعني مش هقول شوط ممل، لكن مصر المقصة في دماغها أو في الذاكرة بتاعتها مباراة الدوري بينهم وبين بعض اللي خلصت 3-2، فمصر المقصة يخشى من مفاجآت الكاس، فلعب على قد المباراة بحيث إنه ما يجيش فيه هدف، وحقق هدفه ان هو جاب هدف ممكن يكسب بيه المباراه وممكن يخلص بيه المباراه، الا بقى اذا حصلت في الامور امور في الشوط الثاني. لكن انا شايف ان فرقه الاسيوطي زي ما قال الاستاذ فتحي يعني مش مستسلمه، هي امكانياتها كده بالظبط كده، هي امكانياتها كده، ما تقدرش تعمل اكتر من كده. لكن مصر المقاصه المفروض ان عنده احسن من كده، المفروض ان هو يخلص المباراه بقى وما يستناش ليه ان يجي في هدف ويتعادلوا وبعدين نوصل لضربات الجزاء. فانا شايف ان مصر المقصه في الشوط الثاني لازم ينزل يخلص المباراه اذا كان عايز يخلص المباراه يعني، لكن غير كده انا شايف ان مفيش يعني. فرقه الاسيوطي 45 دقيقه ودقيقتين وقت محتسب بدل ضائع، 47 دقيقه ما راحوش غير بهجمه واحده على مصطفى كمال، يعني سيبك بقى من الكوره اللي هي العاليه والحاجه، لا انا هجمه اللي كانت مؤثره كانت في الدقيقه 24 في الدقيقه 25 بالنسبه للاسيوطي، لكن امكانياتهم هي كده
يعني زي ما قال برضو الاستاذ فتحي وانا متفق معاه ان هو مشوارهم في الكاس لن يستمر طويلا حتى لو عدى النهارده. نعم مشوارهم في الدوري قصدي حضرتك الاسيوطي في الكاس بتكلم انا وكابتن انت بتتكلم على الكاس الاسيوطي ما احنا بنتكلم على الكاس يعني النهارده اعتقد صعب بالوضع اللي احنا شايفينه. لا 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 خالص يعني حتى لو كسب النهارده حتى لو عدى دور ال 32 يبقى ده بالنسبه له انجاز على ما اعتقد ان في دور ال 16 هيخرج لان هي امكانياته مش هتساعده اكتر من كده يعني لو جينا لمشواره في الدوري يعني لو نرجع لمشواره في الدوري بالنسبه للاهداف اللي دخلت فيه يعني داخل فيه 37 هدف وجايب 18 يعني لا في فرق كبير قوي بين اللي ليه واللي عليه. طب كابتن اكرامي ليه الفرق ما بتنزل يعني فريق زي مصر المقصه فريق بيأدي بشكل كويس مع الفرق الكبيره النهارده بيلعب فريق يعني متوسط المستوى شويه زي الاسيوطي سبورت ولكن تحس حضرتك ان هو برضو قدر الاسيوطي ان هو ينزل بمستوى اللقاء مع مصر المقصه يعني مش شايف برضو شكل مصر المقصه مش شايف اطراف مش شايف نص ملعب مش شايف مثلا بيقابله من قدام شايف لخبطه في نص الملعب وزي ما يكون برضو ان الفرق الصغيره اما بتنزل بالمستوى بتاخد الفرق الكبيره معاها. ما انا زي ما قلت لك ان مصر المقصه حاطط في ذهنه مباراه الدوري اللي هي كانت بينهم خلصت 3-2 فهو بيخشى من مفاجات الكاس فبيلعب على قد اللي موجود ما خسرش ما يجيش فيه هدف واجيب هدف اهو جاب الهدف هل هيغير من طريقه لعبه بقى في الشوط الثاني بحيث ان هو يقدر يخلص الماتش بدري ويستريح ولا هتفضل الامور بالنسبه لهم زي الشوط الاولاني؟ على ما اعتقد ان لو فضلت الامور بالنسبه لهم زي الشوط الاولاني هتبقى يعني ما اعرفش فرصه المقصه ممكن تبقى صعبه ان هو يقدر يحافظ على الهدف لان ممكن اي في كوره لاتشه كده يجي هدف التعادل تعرف ضربات الجزاء بقى لو وصل ضربات الجزاء بختك يا ابو بخيت فيها يعني شايف حضرتك ان هدف تاني لمصر المقاصه يفرجنا على فرقه مختلفه لمصر المقاصه لا مش هتتفرج على فرقه مختلفه عشان برضو نكون متفقين هيبقى برضو نفس الشوط ال 45 دقيقه التانيين هم نفس ال 45 دقيقه بتوع الشوط الاولانيين لكن لو جاب جون تاني يبقى خلص الماتش ويلعب بقى مستريح وعلى فكره هو لعب باقل مجهود في ال 45 دقيقه الاولانيين مصر المقاصه مصر المقاصه ما عملش مجهود خالص في الشوط الاولاني بيلعب على قد الامكانيات المتاحه بالنسبه للاسيوطي يعني مش هنقول مثلا زي مصر المقصه لما لعب طلائع الجيش لو تتذكر في الدوري وكسب 6 لا الامور لا سوري معلش انا اسف لا ده طلائع الجيش اللي كسب المقصه 6 ده كان كابتن احمد العجوز الماتش الوحيد قبل ما يجي على طول الكابتن قبل ما يجي طلعت يوسف بعد ما مشي كابتن انور سلام لكن في ماتشات لمصر المقصه في الدوري لا عمل فيها انجاز كويس وعمل فيها هستاذن حضرتك في فاصل اضطراري سريعا ونرجع تاني مع ضيوفنا فاصل ونرجع تاني مع نجوم استوديو الحلقه برضه نروح سريعا للاستاذ فتحي ونسال سؤال هل يستمر اللقاء بالوضع ده الشوط الثاني هل ممكن المديرين الفنيين عندهم حلول هل خالد جلال او ايهاب جلال يستطيعوا تعديل اوراقهم اعتقد ان الافضليه لايهاب جلال ان هو ممكن يستطيع شويه تعديل يعني الجانب الهجومي يعني عاده ماتشات الكاس يعني طلع تطلع لك مدير فني عبقري وده بنسمعها عندنا كتير انا ما يهمنيش الاداء يهمني الثلاث نقط يعني اسر ديل يعني كتير من المدربين بعد ما يكسب ويقدم عرض سلبي جدا ها يخلينا احنا انت بتلعب كره ليه عشان تخلي المتفرج يتبسط كيف فيطلع بعد ما يكون العرض في البلاله يعني يقول لك والله ما يهمنيش انا يهمني المكسب بس ماتشات الكاس كلها ما فيهاش اداء انا بقى اللي عايز اقول لك عليه ان انا ممكن اقبل هذا الكلام في ماتشات الكاس اقبله ليه لانه بتبقى مباراه حسابات يعني هاب جلال حسبها عايز ايه عايز اكسب ظبط تشكيلته بطريقه ادائه قفل على فرقه قدراتها الهجوميه ضعيفه وعنده طرفين بيتحركوا وعنده يعني بعض العناصر اللي فيها يعني مهاره اعتقد يعني جزء كبير منها يعني الهدف من بدايته يبان لك ان فيه شكل مهاري شويه في الهدف فبيلعب بحسابات انه يكسب لم يخطط لان هو يمتع الناس بالجمهور لانه زي ما اتفقنا انه هي مباراه وهتعدي ولغايه تبرر فيها الوسيله
لكن ممكن اداء يجي من حاله نفسيه مستقره زي ما قال الكابتن اكرامي، يعني ممكن يجي جون تاني فتلاقي الاداء بشكل يعني 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 بشكل طبيعي بيتحسن. حتى الاسيوطي لو اصيب بهدف فهيقول لك خلاص ما العمليه خربانه خربانه، فبيلعب بشكل اي انه الحاله النفسيه في ماتشات الكاس لا شك كبير جدا جدا، والدوافع فيها ممكن تحسم النتيجه. لكن اداء انا لن انتظر من الشوط الثاني اداء، لا اتوقع اداء، لا اتوقع ان انا اشوف مباراه كره قدم فيها متعه، رغم انه المطلوب من الاسيوطي تحديدا انه يقدم لي نفسه بشكل مختلف عما يقدمه في الدوري. كابتن اكرامي، يعني هل حارس المرمى يسال عن الهدف ده؟ هل الامور كانت سهله بالنسبه له ان هو كان يقدر يشيل هدف زي الصوره، كان هو قريب من الكوره يعني؟ لا والله بص، يعني هو مصطفى طبعا هم المصطفيين يعني مصطفى مصطفى كمال ومصطفى حسن، بص كلها مهارات يعني، بص يعني حتى لو نكمل هتبص تلاقي مصطفى حسن اترمى بعد الكره ما دخلت، يعني بعد ما دخلت المرمى بدا يترمي، بص بعد ما دخلت هي المسافه قريبه بينه وبين حسين، لكن هو الراجل امكانياته ما يعني مش هلومه في حاجه زي كده في كره زي ديت تقريبا على نقطه البنالتي ومعموله مباشره، هي مش جامده وكل حاجه، لكن هو كمان عليه. وهو ما انا كنت لسه هقول لك، هو يمكن المدافع بتاعه عامل له حاجب او ستاره فهو ما شافش الكره غير بعد ما عدت منه ودخلت المرمى فبدا يترمي. انا في رايي ان هو بيترمي تاديه واجب عليها يعني، لكن انا ما اقدرش الوم مصطفى حسن في كره زي ديت، انا الوم المدافعين بتوع الاسيوطي اللي هم سمحوا على مدار 14 اسبوع سوري 17 اسبوع دخل فيهم 37 هدف يعني. لا طب وحارس المرمى ما يسالش مع المدافعين يا كابتن؟ لا انا ما انا بقول لك هي امكانياته كده، والكره تقريبا على نقطه البينالتي وزي ما قلت لك ان المدافع حاجب الرؤيه عنه، هو ما شافش الكره غير بعد ما عدت. هي يعني للوهله الاولى هي قريبه بالنسبه له، لكن لو الرؤيه بالنسبه له واضحه الومه فيها، او اقدر اقول لا كان لازم يتعامل معها احسن من كده، لكن هي الرؤيه بالنسبه له مش واضحه خالص. بالظبط هي المشكله دي. يعني هو شاف الكره بعد ما عدت تقريبا على خط السته، بعد ما عدت وصلت خلاص رد فعله ما كانش سريع او ما يقدرش يبقى رد فعل اسرع. كمان ان هم بيتعاقدوا مع رمزي صالح حارس مرمى النادي الاهلي السابق وحارس مرمى منتخب فلسطين. على فكره انا موضوع رمزي صالح دوت انا اعرفه من فتره يعني، لان رمزي بشوفه كتير، وقبل ما يسافر قبل ما يسافر استراليا يلعبوا في كاس اسيا كان قال لي ان في مفاوضات مع اكتر من نادي من ضمنهم الاسيوطي يعني، وانا على ما اعتقد ان رمزي هيبقى اضافه ليهم بالنسبه لمركز حراسه المرمى في الاسيوطي ان شاء الله لو وفقوا في التعاقد مع رمزي صالح. طيب يعني توقعات حضرتك كابتن فتحي سريعا في ثانيه في الشوط الثاني تتوقع اهداف؟ ثانيه اتوقع ان الماتش هينتهي بمكسب المقصه. مقصه توقعات حركه رمزي؟ على ما اعتقد انه هيطلع زي ما هو كده 1-0 او 2-0 بالنسبه للمقصه، لان الاسيوطي ما عندهمش المقدره ان هم يحرزوا هدف. تمام يعني بشكركم شكرا مؤقتا، اشوفكم ان شاء الله بعد اللقاء. اما الى الان فالى استاد الاسيوطي سبورت والشوط الثاني من لقاء مصر المقصه والاسيوطي سبورت، فالى نجم التعليق كابتن حازم الكاريكي، فالى حازم الكاريكي.